ما حكم الذين يذهبون إلى غار حراء ومكتبة مكة ويتبركون بهذه الأماكن؟ إن كانوا يعتقدون أن هذه الأماكن تمنح البركة هذا شرك أكبر، لأن البركة من الله جل وعلا ويطلب منه البركة ولا يملكها أحد، لا غار حراء ولا المكتبة ولا غير ذلك، البركة من الله وتطلب من الله. أما إذا كانوا يظنون أن الذهاب إلى غار حراء أو إلى المكتبة سبب، أن ذلك سبب للبركة، فهذا بدعة ووسيلة من وسائل الشرك، لأنها هذه ليست أسباب للبركة، ما جعلها الله أسبابا. ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يذهب إلى غار حراء بعد البعثة، ما كان يذهب إلى غار حراء، وإنما كان يفعل هذا قبل البعثة من أجل أن يسلم من المشركين ومن أذى المشركين. لما بعثه الله نبيا ورسولا ما ذكر عنه أنه ذهب إلى غار حراء، ولا أحد من الصحابة أنهم يذهبون إلى غار حراء، ولا أحد من سلف هذه الأمة أنهم يذهبون إلى غار حراء، ولا أحد من العلماء المقتدى بهم أنهم يذهبون إلى غار حراء إلى وقتنا هذا، وإنما هذا من فعل الخرافيين والعوام الذين يقلدون من يدعون إلى البدع والمحدثات. ولا ذهب إلى دار المولد اللي يسمونها دار المولد وصارت مكتبة الآن، ما ذكر أن الرسول يذهب إليها، مع أن فيه شك هل هذه دار المولد ولا لا، من يثبت أن هذه دار المولد؟ إنما هذه دعوة، ولو ثبت أنها دار المولد الرسول ما كان يذهب إليها. ولما سئل هل تذهب إلى بيتك لما جاء في حجة الوداع أو جاء في حجة الوداع أو في فتح مكة هل تذهب إلى بيتك، قال هل ترك لنا عقيل من رباع أو دور، عقيل بن أبي طالب لأنه باعها، فلو كانت دار المولد ما تباع ولا ما باعها عقيل ولا أقره الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.